كثير من الشباب والصبايا عم يعملوا مشاريعهم الخاصة ليا، وعم يحاولوا يمكن ضمن الظروف والإمكانيات يكون في ريادة أعمال خاصة بالشباب. تمام نور، وأكيد عبر صباحنا استضفنا ناس عندها الموهبة وعندها الإرادة لصنع برودكت بليق يمكن أو يعني بيتأقلم مع الوضع، إن كان لناس بحاجة لهذا المنتج ولا أفكار سورية 100% جديدة تنزل على السوق. ريادة الأعمال رح نحكي عنها أكثر، رح نحكي نحن اليوم يمكن كيف فينا يعني هي أفكارنا نسوقها، كيف فينا يكون عنا هي الإرادة إنه نكفي فيها. أيضا ضمن مساحتنا القانونية رح نحكي أكثر اليوم عن الجانب القانوني لريادة الأعمال مع أكيد الأستاذة المحامية لما الجمال. صباح الخير أستاذة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. خلينا نحكي بالبداية ضمن القانون السوري، يعني في شيء اسمه ريادة أعمال أو كيف عرفها أو صنفها القانون السوري لريادة الأعمال؟ هلأ القانون السوري تصنيفا أو تعريفا لريادة الأعمال لم يورد، ورد مفهوم ريادة الأعمال في قانون تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة رقم 2 للعام 2016 بالمادة الثالثة، برد بفقرتين. أول واحدة أنه نحن لازم نكون عم نرسم سياسات واستراتيجيات لدعم الريادة والابتكار وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في القطاع في الاقتصاد الوطني. 2 كان عم يطلب أنه ننشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وتطوير الأعمال. فاليوم تعريف الريادة هو عشية عم يجي عن طريق التعريفات العالمية لريادة الأعمال. ريادة الأعمال اليوم بالمفهوم العام هي أني أنا أدرس سوقي، شوف شو في فرص، واشتغل على أساس ننظم الموارد الخاصة إلا لأخلق بيئة عمل جديدة منها بدي يجيب أرباح على المدى الطويل، وهي أهم فقرة ننتبه عليها بموضوع ريادة الأعمال، مما يساهم في تطوير بيئة الأعمال في 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 المنطقة اللي عم يشتغل عليها هذا المشروع، مما كمان يدعم الناتج القومي. هذا التعريف البسيط لريادة الأعمال عالميا. تمام أستاذة، لما خلينا نحكي اليوم عنا بسوريا قانونيا يعني ريادة الأعمال على شو بتنص، كيف بتحمي الناس يلي حابين يعملوا أي منتج جديد، كيف نحن فينا يمكن عم نحكي على هيك مدى أو عم نحكي بمجالات صغيرة نحن فيها نحمي شبابنا ضمن ريادة الأعمال؟ هلأ إذا بدنا نحكي عن رائد الأعمال، هو شخص بأول شيء بيخلق أو بيبتكر سلعة، وسيلة إنتاج، سوق أو وسيلة تنظيم جديدة، وعن طريقة ممكن ينشئ مشروع. طب شلون أنا بعتبر أنه هذا الشخص ريادي أعمال لازم يساهم بإنشاء مشروع جديد قد ما كان حجمه؟ مبدئيا بالقانون السوري الشكل او بالاحرى تتضح فكره رياده الاعمال بقانون تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي قلنا هو رقم 2 لعام 2016، واللي قال انه نحن لازم نرسم سياسات لحتى ندعم موضوع رياده الاعمال في سوريا، وقال لك انه لازم نشجع وننشر الثقافه ونشجع على الابتكار. شلون شو وين هذا بدنا نلاقي؟ بدنا نلاقي عن طريق الهيئه اللي تم احداثها بموجب هذا القانون، اللي بيقول انه اليوم في هيئه خاصه بتنميه المشاريع الصغيره والمتوسطه. مبدئيا تم اعتبار انه هي المشاريع تشمل مشاريع رياده الاعمال رواد الاعمال. شو بنعمل اليوم؟ هيدي الهيئه من اهم اهدافها انه تعمل دليل استرشادي للمشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر. فاليوم الابتكار بيكون له دور موجود بهذا الدليل الاسترشادي. على اساسها نحن بنصنف انه نحن اليوم المشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر هي اي مشروع عمل باي قطاع، بس اليوم بنشوف قديش حجمه بالسوق. فكمان اليوم شوي حجمنا الابتكار، بس اليوم عطيناه بيئة قانونية داعمة. هي كمان اليوم طلب هذا أو من أحد أهم مهام هي الهيئة أن اليوم تدمج خطة التنمية الوطنية بخطة تنمية مشاريع صغيرة. لازم يكون عم تحمي المنتجين الجدد، لازم عم تقدم لهم الدعم القانوني والإداري لحتى يقدروا ينشئوا مشاريعهم، لازم تكون عم تعطيهم سبل لحماية أفكارهم إذا كان عندهم فكرة من خلال دائرة حماية الملكية الفكرية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
هدول المهام عن طريق الهيئة اليوم عم تعمل سبل لريادي الأعمال اللي يقدر يكون محطوط بمحل ببيئة تشريعية بتسمح له أنه ينشئ بأمان هذا المشروع. الأهم أنه نص المرسوم على أنه يكون في بيئة في شبكة حاضنات أعمال. هاي شبكة الحاضنات الأعمال كمان هي بتشكل باب الأمان الأول لتسجيل فكرة صحيح. المشروع وإطلاقه. قبل ما نحكي عن الحاضنات لريادة الأعمال وهي نقطة كثير مهمة لازم نحكي عنها، خلينا نحكي شو هي المعايير اللي شرعها القانون لدخول ريادة الأعمال، يعني إيمتى بقول هيدا الشخص هو من رواد الأعمال؟ يعني أكيد في معايير معينة أساساً لحتى أقول هو فعلياً ضمن ريادة الأعمال. ريادة الأعمال بتدخل بشق ما له علاقة حالياً قانوني، ولكن بتدخل بشق صار ثقافي واضح. اليوم رائد الأعمال عم يكون عنده ابتكار أو فكرة جديدة أو وسيلة إنتاج جديدة أو وسيلة تقديم خدمة جديدة. هذا ما يسمى بريادي الأعمال. يعني اليوم شغلة نحن بنعملها كل الأيام صلنا بطريقة محددة، يبتكر طريقة جديدة لتقديم هي الخدمة، هو ريادي أعمال. هذا الشخص اليوم عم يقدر يحصل على حماية براءة فكرة إذا كان عنده اختراع جديد، عم يحصل على حماية نماذج صناعية إذا هو عم يقدر يجيب منتج موجود برا وعم ينتجه بأيادي سورية وبمكونات سورية. طبعا عندك حماية نماذج صناعية، هذا الشخص حتى لو موجود النموذج برا، وفي أكثر من مشروع أنا اطلعت عليهم هن موجودين برا. تكلفة المشروع الأداة اللي عم يقدمها هذا المشروع برا عم تكون $1,000، عم بيكون المشروع السوري عم يقدمه قريبا ب 100 أو 200 أو $300. فأنت اليوم هذا ريادي أعمال حتى لو كان النموذج موجود برا، بس أنت اليوم عم بتعطي سوق جديدة هي السوق السورية، عم تقدر تخفض حجم الواردات، عم يمكن تبلش بتعمل تصدير بمحل من المحلات. فهذا المكون يسمى ريادي أعمال، ولكن هو منظم ليس بقانون ريادة أعمال، هو منظم بقوانين التجارة، هو منظم بقانون الاستثمار إذا قدر يطبق عليك مشروع. تماما. أستاذة لما خلينا نحكي عن المنتجات أو عن الجوانب اللي هي يعني القانون ما بيحميها، قانون ريادة الأعمال، يعني هلأ حكينا أنه نحن فينا نعمل منتج هو برا، فينا يمكن نجيبه ونرجع نصنع شيء شبيه لإله أو نستثمره هذا المنتج هون، القانون بيحمينا، ولكن شو هي الاستثناءات؟ هيك خلينا نعرف الشباب يلي ما بتحمي أو يلي هي خارجة عن القانون. حاليا القانون إذا أنت اليوم عندك مستشار يساعدك أنك تمشي خطواتك خطوة بخطوة فهو حاميك بشكل كامل. نحن بنخاف على رواد الأعمال لأنه ما عندهم الإمكانيات الداعمة، فهو ما بيروح بيستشير محامي لأنه هي التكاليف باهظة، هو واحد عم يبلش مشروعه من الصفر. اليوم طوال ما نحن ماشي معك محامي، وهذا دور اليوم حاضنات الأعمال ودور الهيئة اللي نظم المرسوم، أنه أنت اليوم يكون عندك دعم إداري وقانوني لرائد الأعمال أو لأي شخص عنده مشروع صغير أو متناهي صغر أو متوسط. طوال ما أنت ماشي على الخطوات القانونية اللي بتحميك بالتأسيس بحماية فكرتك اليوم، أو عم تاخذ التسهيلات اللي عطيتك اياها الحكومه من تمويل او قروض، من اذا كان عندك انت وفقا لقانون الاستثمار اليوم عندك تخفيضات جمركيه او فانت اليوم ماشي مرتاح. نحن خوفنا على رائد الاعمال انه هو عنده مخاطره عاليه وعنده موارد ماديه قليله، فهو بيلجا لتخفيض تكاليفه، فأول شيء بيعمله ببعد عن الاستشارات، بخاف الناس تسرق له أفكاره، كمان ببطل يطلع الناس على فكرته شو هي. كمان نحن عنا مشكلة حزيرة، شو هي؟ قانون الحماية الملكية، حماية الملكية الفكرية شوي صعب، لأنه مثلاً بيقول لك أنه أنا لأحمي لك الفكرة لازم تكون غير مطلع عليها، فأنت اليوم هذا الشاب بده يطلع الممولين لحد تجي تموله، فإذا واحد هذا الشاب راح تمام شكراً، فأنت المفروض أنه أنا هذا الشاب بيكون عندي نظام حماية أقوى له لا 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 لحد أي، ولازم يكون في ما يسمى بعقود السرية وعدم الإفصاح الـ NDAs، هي مو موجودة الثقافة عندنا بسوريا، يعني اليوم في أكثر من مسابقة موجودة في سوريا لرواد الأعمال وللأفكار، هل عم يتم ما بعرف هل عم يتم توثيق عقود مع هذول لجان الحكم او مع الاشخاص المسؤوله عن هاي المسابقات، لانه ما تفصح او تكون عندها عدم سريه بند سريه انه اليوم يكون صحيح. عليها غرامات في حال طلعت ونشرت هاي الفكره او سرقتها. فهون المحلات اللي لازم تغطيتها قانونيا في موضوع حمايه رائد الاعمال. وجميل انك يعني اضغطي على هاي النقطه، رح نحكي عن هاي الثغرات لانه مهمه، وعندنا نحن معرض الباسل للاختراع من اهم المعارض اللي بتحكي عن قدرات الشباب اليوم.
تمام، بس خلينا نحكي عن المزايا، ذكرتيها سريعا بعض المزايا او اكثر المزايا اللي تمت للتسهيلات لرواد الاعمال، من التخفيض الجمركي مثل ما ذكرتي، في بعض المزايا يمكن الناس ما لنا مطلع عليها بشكل كامل. حسب الترخيص اليوم اذا نحن رايحين نرخص بقانون الاستثمار، فنحن عندنا اعفاءات جمركيه على كل واردات هذا المشروع، بس قانون الاستثمار شوي بيعطي حجم عالي للمشروع. نعطيني مثال، عم نحكي عن كافه التسهيلات. خلينا نجي للمشروع، يعني انا حارجع لمشروع التمويل الصغير ومتناهي الصغر اوي، هون اليوم القروض هي اكبر داعم قدمه التنظيم. اليوم في عنا بنوك تمويل اصغر، هي بتعطي تمويلات للمشاريع الصغيره اللي عنده مشروع، وكثير ننتبه لفكره للي عنده مشروع مو اللي عنده فكره، بده يكون دارس جدوى اقتصاديه ورايح عم يتقدم فيها وعم يقدر يحصل على على تمويلات وقروض هي كثير معفاه ايام من الرسوم وال ما يسمى بالانترست الفائده او فوائد قليله على هذا القرض. كمان اليوم حاضنات الاعمال هي عم تقدم بيئه داعمه واستضافه لهي المشاريع، بحيث انه هي بتعطيها المكان، بتعطيها الاستشاره، بتعطيها التدريب، بتعطيها المسانده القانونيه كامله، وعم تشبكها مع الممولين لحتى تساعدها لانها تطلع بمشروعها. هذا الشخص مثل اللي فايت على الجامعه وقت بيفوت على حاضنه الاعمال، بيفوت بياخذ كل المعارف اللي لازمته، كل الدعم اللي لازمه، وبياخذ شهاده تخرج وبيطلع من الحاضنة بعد الاستضافة، بيكون طبعاً تمكن من أنه يطلق مشروعه ويدر عليه أرباح، وبيضل عم يستفيد من الخدمات اللي بتعطيها الحاضنة لحتى ينتقل من فكرة مشروع رائد أعمال ليصير عمل منظم ومشروع منظم ما يطلق إلى سوق العمل. نعم، ما تزال لسه رائد الأعمال بحاجة إلى دعم أكبر. صحيح. نعم أستاذة لما خلينا هيك نحكي بنقطة، يعني عم نسمع دائما انه الحاضنات، وبنعرف الحاضنات هي يعني من اهم الحمايه اللي بتامن من الاي تو زد للرواد او رياده الاعمال. اليوم خلينا نحكي، هل في يعني نسبه بتتاخذ من المشروع او هي لا بس هي بتطلقوا لهذا الرائد الى اكيد اليوم لحتى تستمر حاضنه الاعمال بالعمل، هي مشروع كمان بالاخير، هي عمل بزنس، وما دام انا بدي انشر هي الثقافه لازم حتى ساعد بدي يكون عندي موارد. هلا نحن في حاضنات ممكن تكون مموله من مشاريع معينه، ممكن من ممولين معينين بتقول لك انه تسمح، ايوه تمام، ممكن تسمح انه يكون عم يفوت بس بالاول صفر، ما يكون اي مشاركه له. ممكن اليوم تكون عم تشبكه مع ممول هو فعلا يفوت شريك معه، يعطيه المصاري ويخلي المعرفه والعلم والنولج من هذا ريادي الاعمال وحتى يطلق مشروعه. فاليوم هاي القصه لسه ما تنظمت بشكل كامل يعني قانونيا، لانه هي حسب ترخيص حاضنة الأعمال، بدأت تلحق ترخيص حاضنة الأعمال وكيف عم يتأسس. بس اليوم أكد المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2016 على وجود حاضنات وإنشاء شبكة بين حاضنات الأعمال في سوريا لحتى تقدر تعمل بيئة آمنة لرواد الأعمال وللمشروعات الصغيرة. طيب هي في سوريا حصراً، ولكن الأبناء سوريا بالخارج فيهم يشاركوا ضمن هي الحواضن، إن كان بس بالأفكار أو الابتكارات الجديدة من الخارج ولا لا؟ لا يمنع، لا يمنع وجود أشخاص عندهم أفكار وريادة أعمال إنه تجي تأسس بسوريا هذا العمل، ويكون لها شركاء اكثر من شريك، شخص موجود برا وشخص موجود جوا، ما دخل هي لا يمنع. ولكن اليوم هدول الاشياء لازم يكون توثيقها القانوني في سوريا، يعني اليوم تاسيس الشركه في سوريا، مقرها في سوريا، انتاجها في سوريا، عملها في سوريا، اما غير هيك فما عاد اليوم نحن عم نشتغل على انه ندعم ناتج قومي سوري او ندعم اقتصاد سوري، وهو الهدف الاول لتشجيع رياده الاعمال والابتكار في سوريا، او اذا حكينا عن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقتنا خلص معك أستاذة لما المحامية لما جمال، بالختام أكيد بدنا نشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير. أنا بشكركم، شكرا كثير. شكرا كثير لك، وشكرا للجهود الشابة يلي بتعطينا الأمل، يعني هيك ضمن الظروف وبالأوقات الصعبة اللي عم نعيشها. شكرا لتعطيك الحلوة كمان. شكرا حبيبتي. شكرا أستاذة.